اسمي آية محمد ديب، عمري 18 سنة. أنا الأصل من كفر تخاريم بس كنت مقيمة بحلب. رجعت على بلدي كفر تخاريم بسبب الظروف، صار لي 6 سنين هون بلدي. عمرنا هون بيت صغير وأنا بلشت هوايتي مبلشة يعني بالرسم من طفولة لما كنت بالمدرسة، بس إنه كان رسم أطفال عادي يعني. طورت هوايتي هون بهذا البلد بسبب الفراغ اللي عندي. أنا لما تركت المدرسة صار عندي فراغ كتير كبير، صرت إني أنا أحاول أعبي الفراغ اللي عندي، فراغ الأصدقاء، فراغ إنه الأهل، الضغوطات النفسية. شيت جواتي بالورق والقلم رصاص، بلشت أول شي بورق عادي وقلم رصاص، بعدين صرت أستخدم الألوان الخشبية. كل ما له رسمي يعني رسمي عن رسمي فورا صرنا نلاقي الفرق. أكثر شي يعني أهلي كان تشجيع من قبل ماما وبابا وأخواتي، كل رسمي عن رسمي يقولوا لي هاي إنه أحلى من قبلها، هاي أحلى من اللي قبلها. وبعدهم صرت أستخدم ألوان المائية، وبعدهم الزيتية، بعدهم ألوان الأكروليك، وصار لي بهذا المجال 5 سنين. بعدين صرت أرسم على الحيطان. بعدين صار الرسم كل ما له يتطور معي، صار عرض علي بابا فكرة أني أنا أرسم، صار رسمي هوني يلقي إعجاب كتير من رفقاتي وهيك. أو لأنه بابا عرض علي فكرة أني إيش رأيك تعي منجرب أني نحن نرسم على الخشب ومنعرضهم عندي بالمحل، بركي أنه بصير عليهم إقبال. صار يصورهم ينزلهم على الفيس، صار أنه تجيني طلبات يبعثوا لي صورة أنه إذا خرجت طالعي لي إياها على لوحة. صرت ينزلهم بابا على المحل عنده، والحمد لله صار يعني نسبة من المبيع. بعدين اجتني انه دعوة اني انا اعمل معرض بروضة ايتام كفر تخاريم، وانا قبلت الدعوة. وكان عندي وقت اني شغلت فترة شهرين، وانا مرضت بهاي الفترة، ما حسنت اني انا ارسم، ضليت شي 15 يوم، هما دول كلهم راحوا من طريقي. تم عندي شغلة 40 يوم وعندي افتتاح معرض، صار عندي يعني مثل حالة نفسية يعني عكسية. رسمت عدت هون، صرت بقى أضغط على حالي مشان لحق الوقت. رسمت شي شغلة 40 لوحة، لوحات بالألوان الزيتية، لوحات بالألوان الأكروليك، ورسمت لوحات بقلم رصاص، ولوحات بقلم الفحم، وحتى رسمت على الفخار فازات فخار رسمت عليها انه فكرة جديدة. هي كان في بالي افكار كتير كتيرة يعني، انا كنت حابة يعني في بالي افكار وما نفذتها، الوقت حكمني يعني. كنت حابة ارسم لسه على الخشب جذوعة شجر يعني على الخشب، حابة في بالي افكار كتير كتيرة ان شاء الله رح اعملها بالمعرض القادم ان شاء الله. عم بفكر اني انا اعمل معرض على راس السنة، اي حابة انه شو اسمه ادخل يعني افكار جديدة، شيء ما انه ما صار من قبل. سجلت بمسابقة مبدع صغير، وكان انه جاني القبول ورحت انا واختي عليها، انا واختي انه اختي كمان سجلت معي. اي وتعرفت هنيك على الاستاذ عزيز الاسمر وشاف رسوماتي وحبهم كتير عجبوه. اقترح علي فكرة اني انا ارسم على الحيطان، اني هاي شيء جديد اني انا ولا مره جربته، شيء جديد علي. فدعمني بشويه الوان ورياش، وانا حطيتهم اول شيء عندي بالبيت، ضلوا يعني فتره وانا يعني ما عندي الجرأة اني انا اقوم اجلغم الحيطان يقوم ينتزعوا معي او هيك. جيت قالت لي ماما، شيء الساعه 6 المساء كان الدنيا صيف، قالت لي ماما قومي جيبي، كنت مايله يعني بقول لها ماما قومي خديني مشوار، حب اني اطلع من البيت هيك. قالت لي امي جيبي ورسمي على الحيط، طلعت هيك صفنت شوي، قالت لي يلا جربي اذا ما صار من دهنه خلي يعني تجربه. بالفعل قمت خلطت الالوان، صار معي الازرق، بدي ارسم سما، جيت اعمل انا فصل الربيع، خلطت الالوان حطيت لون الازرق، عملت السما، طلعت غامقه كتير معي لون السما يعني غامق. قالت لي ماما هون امي انصدمت، قالت لي خلص يعني انا بدي اروح اشرب قهوه عند الجاره، اصطف لي شوفي انت شو بتعملي. تركت لي البيت، ضليت لحالي بالبيت، راح الكل، فانا طلعت هيك السما غامقه، يا الله ايش بدي اعمل. قلت يلا
غلقت. بلشت باللون الأخضر، بلشت بجذع الشجرة، ومن هون لهون أخذت معي وقت الشغلة يعني شي 3 ساعات. ايه اجت الماما سكتت ما حكت ولا كلمة، او انا انه طلعت فيها هيك قلت لها ايش انتزع الحيط يعني ما حلو، ام قالت لي بالعكس طالع معك انه كتير حلو ونجحان، ام هون انا فرحت اني قالت لي كملي، تركتني ماما كمان لحالي. كملت الحيط، ضل معي من 6 المساء للساعة 12 بالليل، اجا بابا من الشغل، طفيت ضو الغرفة وسكرت الباب، باب الغرفة، دخل بابا فتح باب الغرفة شغل الضوء، تفاجأ بالحيط اني هو تركه راح على الشغل، الحيط ابيض ما فيه شيء ابدا، فتفاجأ بمنظر طبيعي على الحيط انه خلصته بوقت كان قصير كتير، اني 6 ساعات حيط كامل بيرتسم. كانت هاي اول خطوة لإلي، ومين من اجى لعنا من الاقارب اني ما شاء الله يعني جايبين حدا رسم لكم الحيط، لما يعرفوا انا يتفاجئوا كتير، وكان يعني هذا رسم الحيط بداية حلوة لإلي، ويعني ظهر هوايتي يعني مثل ما بيقولوا اني بين ابداعي فيه، ما يعني على الورق غير وقت اللي بيكون على حيط شيء، انه انا برسم هون بهاي الغرفة اكتر شيء يعني، وبفضل اني ارسم على الارض اكتر من على الطاولة. كتير قالوا لي اني ليش ما بترسمي على مرسم، ما بعرف اني انا برتاح يمكن لاني ريحتي بحس على الارض العفوية. بحب الرسم بالليل، بفضل الرسم بالليل كتير. بحب العتمة، بحب الظلمة، بحب الهدوء، بحب اسمع موسيقى هادية كتير، بحب السيدة فيروز كتير، بحب اسمع لهاني شاكر. فلما برسم يعني بكون عم بسمع انا شيء من هدول. فنجان القهوة هذا شيء رئيسي، وانا ما ببلش بلوحة اذا ما كان فنجان القهوة جنبي، وماما بتغلي لي اياه يعني، انا كتير بفرح انه لما اول ما ببلش باللوحة بيكون ماما فورا حضرت لي فنجان القهوة، هيك بتعرفني انه انا بحب القهوة. احيانا بطفي الضوء برسم على العتمة، بابا لك بنتي شغلي الضوء بجعوك عيونك، ما يعني هيك انا بفضل، بابا ما بيريد يعني دائما بيعرضني مشان هاي الشغله، مشان اللي بتاذي عيونك حرام. بفضل الرسم كمان بالليل. نقطه تانية انه هي اللوحه يعني ما بتكتمل، بتضل ناقصه يعني حتى انه تخلص يعني، اول ما ببلش باللوحه ما بتعجب حدا يعني ولا حدا ابدا، انه ليش اخترتي هيك هاي الالوان يعني، ما يزبط ما يمتناسقة، بيصير كتير يعني تعليق عليها، تعليق سلبي، فأنا يعني بنزعج من هذا الشيء. فلهيك بفضل الرسم بالليل بعد ما يناموا الكل، مشان أفاجئ أهلي تاني يوم بفيقوا الصبح بحط لهم لوحة إيش رأيكم فيها، فبيقولوا لي كتير حلوة، بقول لهم لك لا تنقوا علي تاني مرة أني أنا وقت البرسم ببلش باللوحة، لا تقولوا لي حلو ما حلو، مشان أني أنا أفاجئهم، مشان شغلة تانية أني ما يكون في نق فوق راسي. الطفل الصغير لما بيسألوه ايش بتحب تصير لما تكبر، فبيقول يا دكتور اذا كان صبي، واذا كانت بنت تقول دكتورة. انا كنت اقول اني لكرة لما بدي اكبر بدي اصير دكتورة، دكتورة اطفال. حكمتنا الظروف وما حسنت اكمل دراستي، تركت الدراسة من الصف السادس، يعني الرسم عندي انه هواي ما اكتر. تركت الدراسة، جيت على هذا البلد، التهينا بأمور أكبر من الدراسة بكتير، أمور الحياة لهتنا بشيء أعظم. أنا هون يعني ظروفنا صارت صعبة كتير، ما حسنت أكمل الدراسة، قطعت الدراسة شيء 3 سنين، بعدون جيت قال كملي دراستك. هون أنا يعني 3 سنين من الصف السادس، يعني بدل ما أصير صف التاسع هون قال سادس، استصعبت الموضوع كتير اني انا هون انا كبرت، يعني انه صف تاسع اجي ادخل ابرك مع وبين اولاد صف سادس، استصعبت الموضوع كتير، مشان هيك ما كملت دراستي. الناس ما تترك الواحد بحاله بهمه، انه ما لك دارسة يعني، ماله الانسان ما دارس هذا ماله قيمة، ما معه شهادة هذا ماله وجود بالحياة، ماله مستقبل، ماله. المهم اني انا حبيت اظهر حالي اني لا، هذا الكلام مانه صحيح. هلا هاي الدراسة ايه يعني سلاح للبني ادم، انه مثل ما بيقولوا العلم نور،
بس يعني نحن الشعب السوري الظروف يعني ما خلتنا نكمل دراستنا، يعني ما أني أنا أول شخص ولاني آخر شخص، يعني مثلي متايل ما حسنوا يكملوا دراستهم، فيعني نحن ما لنا إيميلة، نحن ما لنا هيك. الناس اللي جرحتني الناس اللي جرحتني بكلامها كانوا هن دارسين، فأنا يعني لأمت على الدراسة، إن الدراسة ما هي اللي بتصنع الإنسان، لا الشهادة، الإنسان هو اللي بيصنع الشهادة، ما الشهادة بتصنع الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية بنت موهوبة كثير، اكتشفنا موهوبة الرسم لآية من هي وطفلة صغيرة بالابتدائي. كان أنسات آية يحبوا آية كثير، يحبوا رسمات آية، يعني دائما ياخذوا رسمة آية يحطوها بالصف بالإدارة. كانت أحيانا ترسم دروس العلوم، رسمات للمدرسة، رسمات بالكتب، كانت ترسم للأنسات. بصراحة يعني كثير، يعني أنا كنت انبسط كثير وقت شوف آية عم ترسم، حاولت شجعها كثير، جبت لها ألوان، صارت آية ترسم. طبعا يعني آية ما حسنا نستمر مع آية بحلب بسبب ظروف الحرب اللي صارت وظروف التهجير. تهجرنا نحن طبعا من حلب على الريف الشمالي في إدلب، والحمد لله رب العالمين يعني حسنا نستقر بالريف الشمالي وأمورنا صارت جيدة. يعني طبعا هذا الشيء أثر علينا كثير وقت تهجرنا. من جملة التأثر يعني آية تأثرت كثير، وصلت لمرحلة من اليأس وحست بفراغ كثير بحياتها، فحاولت آية يعني تطلع من المجال، من الأزمة اللي هي فيها، من الحالة النفسية اللي صابتها، توجهت للرسم، صارت ترسم آية. طبعا نحن شجعناها أكثر، صرنا نجيب لها ألوان، نجيب لها لوحات، وحتى آية يعني وصلت لمرحلة وقت اللي عمرنا بيتنا نحن حبت تعمل شيء، يعني قالت لي بابا لا تدهي البيت، نحن ما ندهي البيت، نحن منا البيتنا يصير مختلف شيء تاني كليا. رسمت جدران البيت كله، حتى السقف يعني ما رضت اني انا السقف اعمل له زرقه او ليسه نهائيا، لا حتى رسمته رسم السقف، وغيرت كثير ببيتنا. يعني الحمد لله اثناء الرسم آية تحسنت نفسيتها كثير، صار وضعها جيد، صارت تضحك، صارت تبتسم، رجعت الابتسامة لوجه لآية. طبعا انا وامها لآية كنا نشوف آية دائما هي وطفلة صغيرة، كانت يعني تمسك ورقة وقلم تحاول ترسم، مثلا الا بابا رسميني، بابا رسمي جيراننا، بابا رسمي الماما، تصير تشوف يعني تعطي للرسمة، مثلا ترسم العين، ترسم الانف، ترسم التم، يعني تعرف ترسم الموقع. حتى احد المرات اللي رسمي جارنا له نظارات، يعني رسمته عملت له نظارات حوال عيونه، وهي يعني كانت كثير لفته حلوه كثير يعني انه في عندها عم تعرف التفاصيل للشخص، عم تعرف ترسم الاشخاص. طبعا احنا كنا ننبسط كثير، واللي شجعنا اكثر لك يعني وقت كانت تروح آية على المدرسه تيجي لها فرحانه، انا اليوم رسمت للصف الثاني، انا رسمت علقوا لي روح لوحتي بالاداره، الانسه اليوم شكرتني، الانسه كنا كثير ننبسط بهالوضع هذا. آية بتحب الليل كثير، آية بتحب الليل كثير، دائما كانت يعني تقعد المساء عنا اطلالي بالبيت، تقعد الاطلالي تتامل السماء، ترسم الليل، بتحب كانت ترسم الليل كثير. حتى يعني احد مرات رسمت رسمه يعني انا بعتبرها خياليه، من الخيال يعني ما هي من الواقع، قمر وليل وشجر، يعني شجر طبعا يعني كانت حلوه كثير اللوحه بصراحه، كانت يعني لوحه يعني هي عباره عن دمج بين الخيال والواقع، وهي اللوحه كنت كثير حبانا. وآية عندها ابداع اكثر شيء بالرسم، الالوان، بالالوان كان الالوان طبيعه، كان يعني بتحب ترسم الالوان، الطبيعه، السماء، البحر، يعني الالوان عندك عندها ابداع جيد جدا، حتى في دمج الالوان يعني تحس عندها يعني بحسن نسميه مثلا ابداع بالالوان، يعني عندها ابداع بدمج الالوان، يعني دمج الالوان بتعرف ما هو سهل، الامر سهل. يعني كنا كثير مبسوطين بصراحه انا وآية، انا وامها لآية، حتى اخواتها لآية عندها مثلا خطوه جيده انه عم تعلم اختها الصغيره، الاخت الصغيره ما شاء الله يعني رسمه جيد جدا. ومن فتره صغيره طبعا عرضوا على آية انها تدرب اطفال بروضه ايتام كفر تخاريم، وان شاء الله باذن الله رح نقوم بتغطيه الخطوه هي. وحتى عندنا بالبلد هون يعني في كذا من رفقات آية، لآية رسميني صارت ترسم رفقاتها،
ترسم من فترة حتى رسمت بدار دار ذوي الاحتياجات الخاصة، رسمت لهم رسمات على الجدران، ورح تعمل معرض إن شاء الله آية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بإذن الله قريبا، رح تدربهم على الرسم وتعملوا المعرض بإذن الله تعالى قريبا، حتى يعني رفقات آية يعني شجعوها كتير كتير وطلبوا منها تشارك بمؤتمر تكافل المرأة، يعني حتى تشارك بتعمل مثل لوحات أو معرض للعنف ضد المرأة، يعني تشارك بالمعرض هي بتكون لها مشاركة أو لها بصمة على المجال هذا. وإن شاء الله تعالى يعني آية راح تستمر بالرسم وراح تعمل المعرض قريبا بإذن الله تعالى. يعني آية بالنسبة لي يعني بصراحة بعتبر أنا حلم لي، يعني أنا حلم لي وآية عم تحقق لي إياه. أنا فخور جدا جدا بآية بصراحة، يعني آية بصراحة رفعت لي راسي كثير كثير، وبتمنى أشوفها بأعلى المراتب إن شاء الله. هذا أول معرض لي بروضة أيتام كفر تخاريم. عملت مجموعة عدد من اللوحات، شيء 40 لوحة حضرتهم، شغلت كمان شغلت أقل من شهرين، يعني 40 يوم كنت مخلصتهم كلياتهم، حضرتهم كلهم. رسمت بعض من الرسومات بالألوان الزيتية وبعض من الرسومات بالألوان الأكروليك، وكان في بعض من الرسومات بقلم الفحم وبقلم الرصاص. عملت لوحات بتحكي عن وضعنا نحن هون الشعب السوري، عملت لوحات بتحكي عن بتحكي عن التراث، بتحكي عن موسم الزيتون، عن الطبيعة، عن الليل، كتير بحب الليل أنا، ورسمات بتحكي عن الغروب، غروب الشمس والشروق. أكثر لوحة طولت معي هي لوحة جسر اسطنبول، طول معي شغلة يومين يعني، وأنا بالعادة يعني شغلة 4 ساعات بتكون اللوحة معي خالصة، هي أكثر لوحة طولت معي بس حبيتها كتير. لوحة اللي ما أكلت معي وقت اللي هي لوحة رسمتها بتحكي عن حنان الأم، رسمتها يوم عيد الأم وهديتها لأمي، هي اللوحة ما أكلت معي وقت أبداً، وكانت يعني لأني معبرة، يمكن لأني يعني أنا رسمتها مشان أهديها لأمي لهيك ما أكلت معي وقت. رسمت لوحة قلعة حلب، عن قلعة حلب ذكرتني يعني بالماضي، بما أنه نحن طلعنا من حلب فلهيك أنه حبيت أرسمها وأهديها لأهالي حلب، أوجه تحية كبيرة لأهالي حلب. بصراحة أنا المعرض كله على بعضه ما كان على بالي، يعني ماني فكرة أني أنا أعمل معرض، بلشت أني أنا أرسم لوحات على أني أنا أحطهم بالمحل عند بابا وأبيعهم بس ما أكثر، وبابا صار يصور وينشر على الفيس. الأستاذ سمو قال شاف لوحاتي على الفيس وعرض علي أنه أنا أعمل معرض عنده بالروضة، وأنا لبيت الدعوة. كانت أني أول خطوة لألي، والحمد لله يعني كانت خطوة موفقة. دعيت الأهل والأقارب والأصدقاء، وكان في مجموعة من الناس اللي أنا حتى ما بعرفهم، كانت يعني المعرض كتير موفق وإجوا كتير من الزوار، كانت يعني خطوة إلي أولى، وعن جد كانت فرحة كتير كبيرة. المعرض كان مقيم لثلاث أيام، من الساعة 2 بعد العصر للساعة 6 المساء، ضل 4 وخميس وجمعة. أنا اخترت هدول الأيام عشان الفراغ للناس، عطلة الناس هون عنا بالبلد الخميس والجمعة، فهيك أنا اخترت 4 والخميس والجمعة عشان الإقبال. أجوا رفقاتي اللي بحبهم كتير، مثل ما بقولوا أنه الصديق وقت الضيق، وبالفعل أنا لقيت أصدقائي يعني جنبي بهاي الفترة، كانوا واقفين جنبي وتشكرون كتير كتير كتير. تعرفت على ناس كتيرة أنا ما بعرفهم. الفكرة هي إنه من معرضي إني أنا أرسم البسمة على وجوه الناس، رسمت لوحات معبرة عن الفرح، يعني اخترت اللوحات الألوان اللي بتعطي فرح للإنسان طاقة، مشان يعني نحن أنا حبيت أطالع أهل بلدي من الجو اللي هن فيه، نحن مشان نطلع من هاي الحالة. أنا رسمت أكتر شيء لوحات بتحكي عن الطبيعة. لوحات معرضي كانت الألوان الحمد لله يعني رب العالمين، مثل ما بقولوا أنه كان طريق مفتوح بوجهي، الألوان كانت كلها يعني أنه هيك الله هيئ لي إياهم من ناس من أصدقائي. أنسي مريم ديب هي صديقتي المقربة،
جابت لي الوان زيتيه ورياش، ساعدتني كثير انه اني انا ارسم. والاستاذ عزيز الاسمر كمان بعث لي الوان اكروليك، وكمان انا انه بتشكره على مشاركته معي. يعني كانت الالوان كلها والرياش يعني هيك مجانيه، ما دفعت شيء مني، بس الخشب البرواز وحق الخشب كان يعني كله من بابا الله يخلينا اياه. وبس تكاليف المعرض كان برعاية منظمة شفق، يعني هي تبنت هذا الموضوع، أنا ما حطيت ولا ليرة مني، كان هيك كله. رسمت بعض اللوحات بالألوان الزيتية والأكروليك، يعني أنا ما بحط إنه الألوان عندي إنه بس إنه اللون الزيتي أو الأكروليك إنه لا خلص رح أعمل اللوحة كلها هيك، يعني أنا بخلط الأكروليك مع الزيتي ما بتفرق معي، إنه المهم إني أطالع اللون اللي بدي إياه، يعني ما عندي إنه أنا ما بتقيد بشيء، ما عندي تقيد. ورسمت اللوحات بقلم الفحم، حبيتهم كثير، لسا كنت حابه انه انا اضيف لهم اني بعد ما ارسمهم بقلم الفحم احرقهم بالكاوي بيعطوا اجمل، بس ما صحت لي، كان الوقت عندي ضيق، يعني انا دوبي يعني لحقتهم، يعني صرت اشتغل اكثر جهد لإلي، لوحه بالليل ولوحه بالنهار، وتعبت فيهم كثير كثير تعبت يعني مشان الوقت. حكمت في انا رسمت رسمه بتحكي عن الغربه، أنا الغربة كتير أثرت فيني، لما طلعنا من حلب تأثرت كتير كتير، اختلف علي كل شيء، المدينة، فراق الأهل والرفقات والأصدقاء، يمكن استفقدت حتى لغرفتي، استفقدت لمدرستي، لبلدي، لهوى حلب، تغير علي كل شيء. رسمت لوحة بتحكي عن الغربة، الليل، القمر، البدر، الطيور بالسماء، هدول المغربين. برسم انا يعني انه ما انه بس للمبيع، يعني بهدي كثير اصدقائي انه انا لوحات هدول، برسم شخصيات، يعني انه شخصيات بعطيهم، انه في عندي كمان شغل خارجي غير انه رسم اللوحات ولا المعرض، يعني انه انا مضغوطه كثير بالرسم، عندي يعني كثير ضغط عليهم. رسمت روضه ذوي الاحتياجات الخاصه، منظمه سند، رسمتها كمان قبل الاحتفال بيوم، يعني نزلت انا الظهر ما طلعت على البيت لبعد العشاء، وانا كله يعني كنت عم برسم فيه وقتها كثير كثير، يعني انه حكموني بيوم واحد كمان بدك تخلصي انه الرسم كله هيك، اضطرينا وعملتهم رسمتهم. هي لوحه، هي هديتها لنانتي، لنانا رسمت لها هي، وتشوف الدعي، دعت لي كثير الله يرضى عليكي، ومن هذا الحكي كثير فرحت عليها، انا حبيت اعملها اياها مفاجاه، ان شاء الله هلا انا رح بس ارجع على البيت رح اعلق لها اياها بالبيت، على اساس قلت جيت انا رح اعلق لها هي، ام قالت لي لا يا بنتي لا تحطي لي اياها هلا بدي اركب الصوب شي ما تتشحور لهيك انه انا لهيك خليتها عندي انه بعد ما تركب الصوب انا رح اعلق لها هي ان شاء الله.